جناب قاری ابو بکر منشاوی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خوبصورت انداز میں انتہائی مختصر ترین تلاوت کلام مجید آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے اور قرآن کرام کی تلاوتیں ابھی کافی ساری باقی ہیں جو ہم نے ظہر سے پہلے پہلے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جو مکمل کرنی ہیں۔ تلاوت کے دوران حضرت شیخ صاحب کے لگائے ہوئے پودوں میں سے دو پھول ہمارے اس گلشن کی زینت بنے ہیں، جناب قاری انس متین صاحب شہید اسلام، حضرت مولانا قاری عبد المتین اصغر صاحب کے صاحبزادے، اور قاری عبد القدوس صاحب جو مدرس شعبہ تجوید مکرم مسجد ماڈل ٹاؤن گوجرانوالہ، اہلا وسہلا و مرحبا۔ تلاوت کرتے ہیں جناب قاری ابو بکر منشاوی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا
خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله.